يا عجب يا ربي في 2020 الماء ما عندناش بيننا وبين الشاتو دوا ومون با دو 100 متر. هي مناطق الظل التي تعاني العطش والظلام وكارثة غياب قنوات للصرف الصحي على مستوى مشدة الحويمة التابعة لبلدية بن حميدان قسنطينة. مجموعة من المواطنين ساكنين بهذه المنطقة محرومين من الكهرباء، الماء والقنوات صرف المياه. الكهرباء رانا نستعملوا جايبين خيط من مشتى منهين حوالي أكثر من 300 متر. كل حنا رانا نعانيو منه، اللحم تاعنا راهو فسد، لهذا نطلبوا من السيد الوالي يعاوننا ويساعدنا بيجيب لنا الكهرباء في اقرب وقت. رانا نطالبوا المسؤولين هادو كيما يعرفونا في الورق يجيو اليوم يعرفونا في ارض الميدان في الواقع. فلاحون تكبدوا خسائر باهظة جراء فساد الحليب وهذا بسبب غياب الكهرباء، استثمار المنطقة في خطر. 60 بقرة حلوب والمشكل تاعي هو الاناره من 2010 وحنا نشكي وما كان والو ما كان والو، يكذبوا علينا الشهر هذا العام هذا نحلبوا فيه ساعه بيدينا ساعه بالقروب ساعه يفسد ساعه كذا، معدل في 30 فتره شهريا باقي الحليب يفسد لنا بسبه الكهرباء. دي فوا نطيش فطرتين في الاسبوع، نطيش براسك 2000 لتر خاسر ماكله. باقي نديروا فيه جهد كبير باش نستثمروا، لو كان لقينا الدعم من الدوله نزيدوا نكملوا نديروا المستشفى اكثر، فهمت؟ مي حنا نلقاو غير العراقيل الميره المسؤولين هادو تاعنا والله ما طل عندنا واحد، المسؤولين تاع الفلاحه ثاني وكذلك والله لا طل واحد. مثل هذا الوضع دفعنا للتقرب من رئيس بلديه بن حميدان الذي طمأن بانطلاق مشاريع تخدم المطالب السالفه الذكر بنسب متفاوته. درنا نستفادوا من ثلاث مشاريع اللي تخص هذه المنطقه. المشروع الاول هو تزود بالماء الصالح للشرب، المشروع الثاني انجاز شبكه الصرف الصحي، والمشروع الثالث اللي يخص الكهرباء الريفيه في غضون شهر او شهر ونصف ان شاء الله رايح يتزودوا بالماء الصالح للشرب ونقضيوا على المشكل نهائي. هي إذن ثلاثية غياب الكهرباء والماء وكذلك قنوات الصرف الصحي هنا تحديدا بمشتة الحويمة التابعة لبلدية بن حميدان، سكان يشتكون على غرار مشاريعهم الاستثمارية المعرضة للخطر والتي سجلت خسائر كبيرة. يكفي فقط قرار صارم من السلطات المحلية لانتشال السكان وكذلك اقتصاد المنطقة وإنقاذه من الضياع. راديا بالجدوي للجزائرية وان تحديدا مشتة الحويمة التابعة لبلدية بن حميدان.